السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، طلبة الفقه الحنفي، بإذن الله نحل معاكم امتحان محافظة الإسكندرية. بيقول لي: عرف البيع لغة وشرعا. البيع في اللغة هو مبادلة شيء بشيء مطلقا. طب في الشرع؟ مبادلة مال بمال بالتراضي. طيب، بما ينعقد البيع؟ ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بصيغة الماضي. وبما تثبت مشروعيته؟ تثبت مشروعيته بالكتاب والسنة. قال تعالى: وأحل الله البيع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع بالتراضي، وأجمعت الأمة على ذلك. ضع علامة صح من العبارة الصحيحة وعلامة غلط من العبارة الخطأ فيما يأتي مع تصويب الخطأ. الخيار اصطلاحا هو إعطاء المتعاقدين الحق في إتمام العقد وفسخه. صح، يثبت خيار الرؤية للمشتري، والبيع غلط للمشتري فقط. التولية هي أن يبيع السلعة بزيادة محددة على الثمن الذي اشتراه بها. لا، ده مش التولية، دي المرابحة. أنا لما اشترت زيادة يشترط في الرهن أن يكون مالا أو شيئا له قيمة مالية. صح. بيقول لي: بين الحكم فيما يأتي مع التعليل الموجب. بيع الطير في الهواء قبل صيده باطل، لأن المبيع غير مقدور على تسليمه. الحاجة اللي أنت بيعها دي مش قادر أنت تسلمها. البيع عند أذان الجمعة مكروه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. أضاف البائع إلى رأس المال أجر حمل السلعة ونقلها، جاز للبائع ذلك. ليه؟ لجريان العرف بين التجار بإلحاق هذه الأمور بالسلعة. الحجر على المديون عند أبي حنيفة. يرى عدم جواز الحجر عليه. طب ليه بيرى ذلك؟ لأن في الحجر إهدار لآدميته. هلاك السلعة في يد الأجير الخاص أثناء عمله لا ضمان عليه إلا إذا تعمد الإفساد. أذكر المصطلح الفقهي المقصود في العبارات الآتية: عقد على المنافع بعوض، ده تعريف الإجارة شرعا. المنع من التصرف في حق شخص معين، ده تعريف الحجر شرعا. تسليط الغير على حفظ ماله، وهي اسم أيضا لما يحفظه المودع عنده، ده هو تعريف الوديعة شرعا. تخيل الإجابة الصحيحة: بيع السمك في الماء قبل صيده باطل. بيع سلعة بزيادة محددة على الثمن الذي اشتراها به، بيع مرابحة لما زاد ثمن محدد. اشترك رجلان فتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهما، فهي شراكة مفاوضة. انتهت المدة المحددة في عقد الإيجار، يجب على المستأجر رد العين. التوكيل لأكثر من شخص يجوز. جحد المودع الوديعة عند طلب صاحبها لها فهلكت الوديعة، ضمناها بقى. الشيء المرهون يشترط فيه أن يكون مالا، أيوة، مقدور على تسليمه، أيوة، أن يكون مميزا، أيوة. يبقى كل ما سبق كده يكون انتهى الامتحان، وانتظرنا في امتحان جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.